السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نحل في ملحق كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني العام الدراسي 2024، صفحة 5 إن شاء الله. We wear space over our ears to listen to music. نحن نرتدي إيه على أذاننا لكي نستمع للموسيقى، يبقى headphones سماعات الرأس. الإجابة letter B. السؤال الثاني: planes without wings are called. الطيارات التي بدون أجنحة تسمى هليكوبترز، اللي هي الطائرات العمودية أو الهليكوبترز. الإجابة letter A. السؤال الثالث: can you space this passage into Arabic؟ هل يمكنك أن تقوم بهذه الفقرة إلى اللغة العربية تترجمها؟ يبقى translate، يبقى الإجابة letter A. السؤال الرابع: do you think that we will space a car that doesn't make any pollution؟ هل تعتقد إن إحنا ممكن نعمل عربية، يعني اخترع عربية لا تسبب تلوث؟ يبقى invent يخترع. الإجابة letter D. بعد كده السؤال الخامس: we can use solar space to make electricity. يمكن أن نستخدم ألواح الطاقة الشمسية، يبقى solar panels. الإجابة letter C. السؤال السادس: there is a lot of air space from traffic in my city. يوجد كثير من تلوث الهواء في من وسائل المواصلات في مدينتي، يبقى air pollution اللي هو التلوث. الإجابة letter A. السؤال السابع: some people think that online shopping is space, time and money. بعض الناس يعتقدوا أن التسوق على الإنترنت يوفر كثير من الوقت والمال، يبقى سيفز. الإجابة لتر إيه. بعد كده إن شاء الله السؤال الثامن: space shops close in the next 10 years. هنا next 10 years يعني 10 سنين القادمة، كده بسأل في المستقبل، يبقى استخدم well. الإجابة لتر سي. السؤال التاسع: if I space all my exams I'll be happy. if بيجي بعديها مضارع بسيط، الاي بتاخد فعل في المصدر، يبقى pass. الاجابه letter A. السؤال العاشر: I think it is best next Friday. next بتدل على المستقبل، يبقى استخدم will، يبقى wearing. الاجابه letter B. اعتقد انها سوف تمطر يوم الجمعه القادم. بعد كده اسئله التصحيح. السؤال الاول: I will do all my shopping online when I space older. وين هنا جايب قبليها مستقبل باستخدام ويل، يبقى بعديها مضارع بسيط، الاي بتاخد ام اللي هو فيرب تو بي في المضارع. السؤال الثاني: انا سوف اقوم بعمل التسوق اونلاين لما اكبر. السؤال الثاني: مام ويل هيلب مي ويز ماي هوم ورك وين شي سبيس هاف تايم. وين برضو جايب بعديها فراغ، يبقى مضارع بسيط، شي بتاخد هاز. السؤال الثالث: وين يو، طبعا وين قلنا بيجي بعديها مضارع بسيط، يو بتاخد فعل في المصدر، يبقى كول. السؤال الرابع: if we surf the internet، لما بنتصفح الانترنت، we space find a lot of information about the topic. if جاي بعديها مضارع بسيط، يبقى جملة جواب الشرط في المستقبل، يبقى we will find. will والمصدر، يبقى will find. بعد كده السؤال الخامس: if we have more free time، لو احنا عندنا وقت فراغ اكتر، we space able to. هنا المهم ان اف جاي بعد مضارع بسيط، يبقى هنا الجمله جواب الشرط في تستخدم ويل، يبقى ويل بعد كده بحط بي able to، سوف نكون قادرين على able to visit our grandparents. بعد كده ان شاء الله صفحه 7: وفاء is talking with رحمه about technology. وفاء بتتحدث مع رحمه عن التكنولوجيا. what are you reading about رحمه، عن ماذا تقرأي؟ قالت لها حاجة، قالت لها are you interested in technology، هل انت مهتمية بالتكنولوجيا؟ يبقى كده هتقول انا بقرأ عن التكنولوجيا، يبقى I am reading، انا اقرأ about technology، انا بقرأ عن التكنولوجيا. بعد كده قالت لها هل انت مهتمية بالتكنولوجيا؟ are you بتتحول الى yes I am. سألتها سؤال: I think the mobile phone is the most important invention. أعتقد أن الهاتف المحمول هو أهم اختراع. يبقى ما هو أهم اختراع؟ ما يبقى ما أو ماذا يبقى what. يبقى what is the most important invention. ما هو أهم اختراع؟ بعد كده قالت لها اعتقد ان الهاتف المحمول هو اهم حاجة، قالت لها حاجة for me بالنسبة لي the internet is more important، اعتقد الانترنت اهم. يبقى كده لا تتفق مع رأيها، يبقى هتقول I disagree with you، انا اختلف معك او لا اتفق معك.
ساعتها سؤال because، ترى because يبقى السؤال why بس. هنا because it helps you us do researches and get many things، لأنه بيساعدنا نعمل أبحاث ونحصل على كثير من الأشياء. لماذا تعتقد ذلك تنفع؟ يبقى مثلا why بس تكفي على فكرة، وممكن نقول برضه why do you think so، لماذا تعتقد ذلك؟ بعد كده إن شاء الله أسئلة الاختيارات. السؤال الأول I will space my bedroom and put my toys in their place. أنا سوف غرفتي وأضع كل الألعاب في أماكنها. هنا أرتب يبقى tidy الإجابة لتر بي. السؤال الثاني he usually watches some videos space the internet before he goes to bed. هو عادة بيشاهد فيديوهات على الإنترنت يبقى on قبل ما يذهب إلى الفراش. السؤال الثالث people who make business plans should be، الناس اللي بتعمل خطط يعني خطط للعمل هم بيكونوا ايه؟ عند experts خبراء، followers متابعين، customers زبائن، time travelers اللي هم مسافرين عبر الزمن، يبقى كده experts خبراء الإجابة لتر ايه. السؤال الرابع we can space with our friends using social media، يمكننا أن نتواصل، طالما هنا with يبقى communicate يتواصل مع أصدقائنا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الإجابة لتر دي. السؤال الخامس I am always space to help my mom at home I am very helpful، أنا متعاون جدا، يبقى أنا دايما هنا to help، أنا دايما بكون جاهز لأن أنا أساعد والدتي في المنزل، أنا دايما متعاون، يبقى already جاهز، الإجابة لتر بي. بعد كده إن شاء الله السؤال السادس I have a space after playing video games for too long، أنا عندي إيه بعد ما لعبت ألعاب الفيديو لفترة طويلة، عندي صداع هيك، الإجابة لتر بي. السؤال السابع teenagers shouldn't spend too much time space social media، التينيجرز المراهقين لا ينبغي عليهم ان هم يقعدوا وقت كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى اون الاجابه لتر سي. بعد كده ان شاء الله السؤال الثامن I think you space that course it's a waste of time، اعتقد ان انت ايه هذا الكورس انه مضيع للوقت، يبقى كده بنصح بعدم اخذ هذا الكورس او الدوره التدريبيه، يبقى شو انت تيك الاجابه لتر سي لانه مضيع للوقت. السؤال التاسع you space lie about what happened it's important to tell the truth، يبقى انت كده ينبغي عليك ان انت تقول الشيء الحقيقي، يبقى لا ينبغي ان تقول الكذب، يبقى كده شيء سلبي، يبقى shouldn't، يبقى لا ينبغي عليك ان انت تقول كذب على الحاجة اللي حصلت، لازم تقول الحقيقة، من المهم ان انت تقول الحقيقة. سؤال عاشر if you space a problem you should ask your parents، لو انت عندك مشكلة لازم تقول والديك او اولياء امورك. هنا if هيجي بعدها مضارع بسيط اللي بتاخد have، فعل في المصدر، الاجابة لتر دي. بعد كده ان شاء الله صفحة 9 أصالة and لطيفة are talking about social media، أصالة ولطيفة بيتكلموا عن وسائل التواصل الاجتماعي. هاي لطيفة، أهلا لطيفة، what are you doing، ماذا تفعلين؟ قالت لها إجابة. سألت سؤال تاني قالت لها I use social media to communicate with my friends، أنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي حتى أتواصل مع أصدقائي، يبقى كده بتتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى I am checking social media، أنا بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. طيب هي بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في ايه؟ يبقى ما او ماذا، يبقى what do you use social media for، بتستخدميها في ايه؟ بعد كده لها do you think it's safe، هل تعتقدي انها امنة؟ yes I do، نعم yes I do، I think checking social media for long hours isn't a good idea، أعتقد أن أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لوقت كتير ده ليس فكرة جيدة، أو ليست فكرة جيدة. هتلاقي سؤال هتلاقي if you want to be safe، لو أنت عايزة تكوني آمنة you shouldn't use them too much، لازم ما تستخدمهاش كتير، يبقى كده بتطلب النصيحة، ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ يبقى what should I دو، تكفي كده، وممكن اقول برضو تو بي سيف، لأكون آمنة.
تمام كده؟ فقالت لها لازم ما تستخدمهاش كتير، كده كده هتوافق على كلامها، تقول لها مثلا اوكي مثلا او ثانك يو، شكرا ليكي، عشان قالت لها النصيحة. بعد كده أسئلة الاختيارات، السؤال الأول ماونتين كلايمينج از ذا موست سبيس سبورت ميني بيبل فول اند داي، تسلق الجبال هي أكثر رياضة خطيرة، كثير من الناس سقطت وماتت، يبقى دانجرس، الإجابة لتر دي. السؤال الثاني if you are ill، لو أنت مريض take some space to feel better، خد إيه عشان تتحسن، medicine، دواء، الإجابة لتر دي. السؤال الثالث listening to loud music can space your hearing، سماع الموسيقى العالية يمكن أن يتلف سماعك، يبقى damage، الإجابة لتر دي. السؤال الرابع the mother is worried about her child's space because he is very ill، الأم هي تقلق على إيه خاص بالطفل لأنه مريض، يبقى على صحته، health، الإجابة لتر إيه. السؤال الخامس I use my mobile to space my friends، أنا أستخدم الموبايل بتاعي حتى أراسل أصدقائي بتكست، الإجابة لتر إيه. السؤال السادس I ordered a game for children space 9 to 9 6 to 9 years، يبقى from أو يبلغون من العمر، يبقى aged، يبقى الإجابة لتر إيه، يبلغون من العمر اللعبة ديت من أطفال عمرهم من 6 ل 9 سنوات فقط. بعد كده السؤال السابع we look forward to hearing space you soon، احنا بنتطلع ان احنا نسمع منك قريبا، يبقى from you soon، الإجابة لتر دي. السؤال الثامن I think it is probably rain tomorrow، I think بتستخدم مع will، انا اعتقد انها من المحتمل ان هي تمطر بكرة، الإجابة لتر دي. السؤال التاسع if I lend you my book I want space revise tonight، لو انا سلفتك الكتاب بتاعي انا مش هكون قادر ان انا اراجع النهارده، وانت بيجي بعديها فعل في المصدر اللي هو بي، بعد كده able to، ثم فعل في المصدر اللي هو revise، يبقى بي able to، الاجابه لتر دي، لن اكون قادر على. السؤال العاشر when you feel tired، لما انت تشعر بالتعب يو اس بي اس يا دكتور، يبقى انت كده بديلك نصيحه لازم تذهب لدكتور، ينبغي يعني انك تذهب لدكتور، يبقى الاجابه لتر ايه، should. شكرا، السلام عليكم.